السلام عليكم طلاب الصف الرابع العلمي. درسنا لهذا اليوم هو العلاقة بين طول القوس والزاوية المركزية. العلاقة الأولى بين طول القوس والزاوية، ثم العلاقة بين طول القوس وأنصاف الأقطار. الجزء الأول، لاحظ الشكل التالي. ارسم دائرة، رسم مبسط بهذا الشكل. هذه الدائرة مركزها هذا المكان بهذا الترتيب. ارسم انصاف اقطار الدائرة، نصف القطر الاول والثاني. بهذا الترتيب في هذا الشكل، هذه هي الزاوية. هنا عندنا زاوية مركزية لتكون اسمها كيو، زاوية مركزية نقطة التقاطع الأولى مع الدائرة، نقطة التقاطع الثانية اسمها B. هذا هو نصف القطر الأول، هذا نصف القطر الآخر. أنصاف أقطار الدائرة الواحد متساوية، هذا هو القوس اللي قابلها. الملاحظة الأولى رقم واحد الـ L اللي هو طول القوس، طول القوس نسميه بالرموز أيضا، هذا طول القوس. الـ L يساوي لنا الـ R، الـ R هو نصف القطر بهذا الشكل. إذن هنا قياس القوس في هذا الوضع، قياس القوس يساوي شنو؟ طول نصف القطر. هناك رسم آخر، الحالة الثانية. أكمل الرسم بالترتيب التالي. الجزء الآخر رسمه من نصف القطر الثاني، أكمل دورة كاملة بهذا الشكل. عندنا هذا نصف القطر الآخر، هنا شكل عندنا إلى هذه النقطة، صار عندنا قطر من نقطة أي، هنا نقطة بي، هنا نقطة اسمها سي. الحالة الزاوية المركزية اللي صارت عندي هذه الزاوية المركزية ثيتا اسمها، اللي باللون الأسود، اللي قوس اللي قابلها هذا القوس. لاحظ طول القوس الـ L يساوي لنا 2R، طول القوس يعادل أنصاف الأقطار 2R. هذه العلاقة الثانية اللي هي باللون الأسود مع نقطة من، لا واحد يفكر بها بهذا الشكل. نصف القطر الأول O أي، نصف القطر الثاني O C، والقوس اللي موجود عندنا هو هذا بالأعلى بالخارج، اسم القوس أي بي سي. القوس ينكتب بهذا الترتيب، طول القوس اللي سميناه حرف L، يقدر واحد يكتبه بالرموز بهذا الشكل مثل أي بي سي، هذا هو القوس بهذا الترتيب. لاحظ رمزنا له بحرف L، أقدر أكتبه هنا بالسؤال، أعطي اسم حرف آخر مثل يكون حرف K، هذا طالب يعرفه باللون الآخر هذا الكي. القوس يبدأ من أي أو سي في عادل عندنا 2R. إذن القوس هنا يعتمد على قياسات الزاوية. الملاحظة الأولى، إذا كان قياس الزاوية هنا راح نخرج بملاحظات. إذا كان قياس، الزاوية
بالقياس الدائري، إذا كان قياس الزاوية دائريا هو كيو، الكيو تساوي باي دي في 108 على باي. العفو، العلاقة اللي موجودة في هذا الموضوع هي بالشكل التالي: كيو على دي تساوي باي على 180، فالكيو تساوي دي باي على 180. بهذا الترتيب، هذا هو القياس الدائري، القياس الدائري. القياس الستيني دي يساوي لنا كيو في 180 على باي. هذه العلاقة الأولى. هذه العلاقة الثانية، هنا القياس الستيني. من العلاقتين الأولى والثانية صار عندك كيو على دي، كيو على دي يساوي لنا باي على 180. هذه العلاقة علاقة بين القياسين، القياسين الستيني والدائري، الستيني والدائري. ويمكن من خلالها التحويل من القياس الستيني إلى الدائري، وبالعكس صحيح، إلى القياس الدائري والعكس صحيح. بهذا الترتيب، مثال نوضح به فكرة عملية التحويل حتى الطالب ما يكون عندنا بطريقة الحفظ. وما هي الخطوات المتبعة في هذا الموضوع؟ مثال رقم الأمثلة والملاحظات. حول باي على 3 إلى القياس الستيني. معنى هذا القياس بدلالة الزوايا النصف قطرية حرف الباي موجود. لاحظ هنا أيضا بالنسبة للقياسات، هذا هنا 60، هنا في القياس الدائري وكيفية ترتيب الملاحظات. الخطوات الأولى خطوات الحل، بعدين اختصر الحل كله بخطوة واحدة بس على الطالب أن يفهم القواعد بالشكل الصحيح. المثال، نكتب القانون أولا: كيو على دي تساوي لنا باي على 180 درجة. هذا يعتبر قانون حفاظ علاقة، طالب يقدر يسميه قانون كيف، ماكو اشكال عليها، قانون التحويل. اثنين، الزاوية المطلوبة هذه باي على 3. الخطوة الثانية عملية التعويض في القانون، هذا القياس هو قياس دائري، إذن بالأعلى باي على 3 على دي يساوي لنا باي على 180. العملية تعويض بهذا الشكل. بعدها استفاد من خواص التناسب، خواص التناسب. طريقة ثانية أيضا الطالب يمكن يطبق الاختزال بهذه الطريقة، فكرة الاختزال أيضا نقدر نطبقها بهذا الترتيب، هنا واحد وهنا أيضا بها واحد، هذا يسمى اختزال، ما موجود في الكتاب هسه بس الطالب يحتاجه في الصف الخامس والسادس اللي هو الإبعاد، ليس اختصار، اختزال. الناتج المتبقي اللي راح نعتمد عليه خواص التناسب أيضا مرة ثانية
واحد على ثلاثة على دي يساوي لنا واحد، بقى احنا عدي على 180. خواص التناسب حاصل ضرب الطرفين يساوي لنا حاصل ضرب الوسطين. هاي الخاصية اللي نحتاجها، اللي أهم خاصية في هذا الموضوع وراح أستفاد منها بكثرة في هذا الموضوع. ممكن نستكتبها في هذا المثال، في الأمثلة القادمة أيضا راح أطبق عليها. الفكرة الثانية هنا خواص التناسب دي تساوي، من أنت أحصل أن دي تساوي واحد على ثلاثة في 180. واحد على ثلاثة في 180. ماذا أحصل؟ دي تساوي اختصار بين الوسط والمقام، هنا بها واحد، 180 بها 60، ويساوي لنا 60 درجة. هذه خطوات العلاقة، التعويض، خواص التناسب، الاختزال إذا الطالب ما يريد يبقي للخطوة اللي بعدها، ثم يطبق لنا عملية الاختصار. هذا هنا اختصار. هناك بعض الألفاظ في الرياضيات على الطالب أن يتعلمها بشكل صحيح. الاختصار هو بين البسط والمقام، الاختزال هو واحد من الطرف الأيمن واحد من الطرف الآخر الأيسر، وهكذا. حاولنا بقياس هذه الزاوية إلى القياس الآخر. مثال ثاني، مثال رقم 2، حول 30 درجة إلى القياس الدائري. علامة السؤال. نفس القواعد أشير لها بنفس الخطوات بهذا الترتيب. الحل، نكتب القانون أولا، كيو على دي تساوي لنا باي على 180. كيفية معرفة القياس؟ لاحظ هنا قياس، هنا اكو علامة الدرجة، يعني معنى هنا، فالقياس الدائري هو المجهول. 30 درجة يساوي لنا باي على 180 درجة. عملية التعويض. بعدها خواص التناسب، خواص التناسب بهذا الشكل، حاصل ضرب الطرفين يساوي لنا حاصل ضرب الوسطين. 180 كيو يساوي لنا 30 باي. من أتى حصل كيو تساوي 30 باي على 180. اختصار بين البسط والمقام، صفر منا وصفر منا، اختصار على 10، والثلاثة مع 18 هاي بها واحد هاي بها 6. إذن الكيو تساوي لنا باي على 6 بهذا الترتيب. هذا الطريق هنا كيفية الاستفادة من العلاقة والتحويل باتجاهين متعاكسين خلال معرفتنا هناك علاقة بين الأقواس وأنصاف الأقطار، وكذلك بالنسبة لقياس الزوايا. هذا الجزء الأول من عدها، ثم هناك علاقة أخرى نأخذها إن شاء الله في درس قادم، بس على الطالب أن يطبق هذه القواعد بالشكل الصحيح. ذكرت يعني في الفيديو هذا أنه يمكن الحصول على قياس الزاوية بخطوة واحدة. لاحظ هذه الزاوية، خل بهذا الشكل أقسم هنا، هاي البايت عادل عندنا شقد هنا؟ 180، 180 تقسيم 3 60، طبعا الزاوية بخطوة واحدة 60 درجة بهذا الشكل. الزاوية الأخرى اللي هنا العملية العكسية، هنا عندي شقد؟ 30، أكتب 30، 30 تساوي لنا، لاحظ قياسنا هو 180، هنا عندنا 180 بالنسبة لقياس هذه الزاوية العملية المعكوسة، هنا يصير عندنا 6 في 30، 180 اللي هي البوينت بهذا الشكل. يستطيع الطالب هنا بعد مرور الوقت، بعد ما يفهم القواعد كيفية التحويل بخطوة واحدة على ضوء القانون السابق اللي كتبته قبل قليل في هذا الموضوع. هذه أجزاء الملاحظات الأولى. إذا طبق الطالب بالشكل الصحيح هذه الخطوات يستطيع الحصول على أي زوايا مهما كانت
قياساتها صعبة أو فيه مثلا في أرباع أخرى أو دورات إضافية بالنسبة لهذه القياسات، وليست تقتصر على العلاقة بالنسبة فقط عن صف أقطار دائرة واحدة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.